طيب لتوضيح الامور زي ما كانت بتكلم دكتوره اماني والمجتمع الدولي ومواجهه خطاب المظلوميه وطبعا فتح التحركات الاثيوبيه المتعنته، النهارده سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بعت برساله عاجله لرئيس مجلس الامن قبل الجلسه المقرر انها تحصل يوم الخميس زي ما حضراتكم عارفين، وطلب رئيس البرلمان العربي في رسالته ان المجلس الامن الدولي يطلع بمسؤولياته اللي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأنه يتخذ موقف ملزم خلال هذه الجلسة يفضي إلى التوصل لاتفاق عادل وملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وقال برضه في خطابه أن مصر والسودان شاركوا بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن أثبتوا خلالها مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس حرصهم الشديد في أنهم يتوصلوا لاتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، إلا أن الموقف المتعنت من قبل الجانب الإثيوبي منع أنه يتم التوصل لمثل هذا الاتفاق. معنا على التليفون أستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. مساء الخير يا أستاذ عزت. مساء الخير يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة سياسيا ودبلوماسيا الدولة المصرية بتتحرك في كل الاتجاهات لتوضيح موقفها وتوضيح مسار التفاوض وفتح طبعا الجانب الإثيوبي. هنا مخاطبة الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، ويمكن دكتوره اماني كانت بتقول خطاب المظلوميه وازاي ان احنا نوضح وازاي ان احنا نواجه ومش احنا ضد التنميه والقصه مش قصه تنميه، ازاي شايف اعلاميا او احنا قدرنا ننجح برضو في تعريف العالم بقضيه مصر العادله؟ اعتقد انه يعني بشكل اساسي احنا نجحنا في كسر خطاب المظلوميه لان هم كانوا بيستندوا برضو على بعض الاطراف المؤيدة ليهم في داخل الامريكي. على سبيل المثال هناك لوبي في الكونجرس الامريكي من النواب الامريكيين السود كانوا استندوا عليه لفترة من الوقت، ولكن جاءت حرب التجرية قسمت هذا اللوبي المؤيد لاثيوبيا اللي هو عبارة عن تكتل النواب السود. اللي حصل انه يعني اقدر اقول انه حرب تجري أثرت بشكل كبير على سمعة هذا النظام. الولايات المتحدة قبل قليل رئيس وزير الخارجية الأمريكي وجه نداء لأبي أحمد أن يتوقف عن سياساته الحالية في إقليم تجري وأن يلجأ إلى الحلول السلمية، وبالتالي انكشفت طبيعة هذا النظام أمام المجتمع الدولي بشكل واضح أنه يعني نظام بيميل إلى الأعمال الأحادية ولديه ميول عدائية سواء في الداخل أو في الخارج. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أيضا قبل قليل أعتقد في الإيجاز اليومي الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة قال أنه يجب ألا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة يقوض البحث عن حلول. هذا أيضا أعتقد أنه خطوة متقدمة لما تصدر عن الأمين العام أو المتحدث باسمه لها معنى ومغزى مهم. بالتالي الدبلوماسية المصرية اللي تحدث عنها السفير سامح شكري وزير الخارجية اليوم وقال أنه كل ما نريده إحنا نريد أن نصل إلى توافقات، وجينا إلى نيويورك من أجل إبرام اتفاق أو التوصل إلى اتفاق. وايضا قال حاجه مهمه انه قال ان دور مجلس الامن هو دعم الدبلوماسيه الوقائيه لتعزيز المسار الافريقي. الدبلوماسيه الوقائيه كتعبير قديم مستخدم في الامم المتحده يهدف الى انه منع وقوع النزاعات، فبالتالي حتى لا تتفاقم الامور مصر تحاول ان توضح للمجتمع الدولي انه لابد من تفعيل الدبلوماسيه الوقائيه وأن يقوم المجلس بدوره حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه فيما يخص هذا الملف. مصر أكدت على فكرة خلق علاقات تعاون تحقق مصلحة مشتركة للجميع بعيدا عن لغة التهديد، وده اللي أكد عليه الوزير الخارجية، ولكن قال أنه برضه في إطار الحفاظ على المصالح الوطنية كافة الخيارات متاحة أمامنا، وده شيء طبيعي جدا. هناك فرق بين لغة التهديد والوعيد التي يقول الاثيوبيون انهم يتعرضوا لها من جانب مصر والسودان، وفارق بين الدفاع عن المصالح الوطنيه. هم لا يعرفون كيف يميزون بين الدفاع عن المصالح الوطنيه ولغه التهديد.
فبالتالي اعتقد انه البدايات موفقه في ما يجري في نيويورك، اجتماعات السفير سامح شكري وزير الخارجيه مع مندوبي روسيا والصين، وقبل قليل اجتمع مع وفد الترويكا الاتحاد الافريقي اللي بيضم الكونغو وجنوب افريقيا والسنغال. هناك نشاط كبير، واعتقد انه يعني في تفاؤل بامكان، حتى لو كان هناك صيغه لعقد جلسه لمجلس الامن ان تصدر قرار فيما يخص العوده للاتحاد الافريقي، اعتقد انه ربما تكون هذه المره في اطار جديد ربما يخلق قوه دفع للتوصل الى اتفاق ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عزت ابراهيم، رئيس تحرير الاهرام ويكلي.